إقبال ضعيف على شراء الأضاحي في الأردن مقارنة بالسنوات الماضية رغم تقارب أسعارها بشقيها البلدي والمستورد. الأردنيون اعتادوا في عيد الأضحى كغيرهم من المسلمين إحياء شعيرة تعبدية يتقربون بها إلى الله رغم الصعوبات المادية، لا سيما في ظل الغلاء المصاحب لأسعار الأضاحي في الأسواق المحلية. تجار أحد الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي في العاصمة قالوا أن الإقبال لا يزال ضعيفا كبداية على شراء الأضاحي لهذا العام مقارنة بالعيد الماضي، وأسعار الأضاحي البلدية أقل من الأضاحي المستوردة، لكن المواطن اعتاد على الروماني والسؤال عنه لتناسب سعره مقارنة بالبلدي كما كان في السنوات السابقة بعكس هذا الموسم. لا، السنوات الماضية أشد من السنة. من أول ذلك الأسعار مش نافعة عندنا السنة. الكيلو بوعها ب3.40 3.30، الروماني أغلى من البلدي، المستورد أغلى من البلدي. السنة كسرة يا صاحبين الحلال كاملة. الثروة الحيوانية كاملة. السبب الروماني أغلى من البلدي، ما مرت بالحياة. يعني البلدي بسعر الروماني، البلدي ب3.82 دولار بقول كوميسيون، والبلدي ب3.5 ونص وأربعة كمان. هذا إشي دمار صحيح المواشي دمار. من اللي عمل هذا الشيء؟ اللي عمل هذا وزارة الزراعة بالناشد جلالة الملك عبد الله يشوف لنا حل لمشروع الروماني. هذا الروماني دمر الأردن. والله الساعة متفاوتة وحسب أمانة التاجر. يعني في ناس يعني بغشوا في السعر، بيعطوها ملح مثلا حسب انها تنفخ. والله الاسعار غاليه، مش متواضعه الاسعار. غاليه، مش كما يذاع في التلفزيون او يذاع في الراديو. يعني التلفزيون والراديو قالوا انه من 110 ل 150 ل 160، بطلبوا 200 وفوق فيه. احنا بالنسبه لنا تجار السنه وضعهم سيء للغايه، فما ندري شو المشكله. هو من الحلال المستورد، هو عدم قناعة الناس بالحلال، هو ما في مصاري مع العالم. والله ما ندري وين المشكلة. والله ما احنا شايفين، يعني لو فيها قطرة مطرت. رغم تقارب أسعار الأضاحي البلدي والمستورد وتفاوتها من تاجر إلى آخر، إلا أن الحركة الشرائية تشهد ضعفا مقارنة بالسنوات الماضية، ولعل السبب في ذلك الحالة الاقتصادية التي يمر بها المواطن. حازم السردي، عمان.